الأطفال طبعا هم جيل المستقبل، ودول يعني ولادنا طبعا حتة من قلبنا حتة من ولازم فلذة نأسسهم، أجدادنا مش كده؟ أي، بالظبط. أكيد ولازم نأسسهم كويس قوي، لأنه لو من الأساس الصحة أو المناعة ضعيفة خلاص ده بيبقى ليه انعكاس على حياته في المستقبل. احنا بنقول لو هنبتدي بصحة الطفل من أول حاجة بصحة الأم اللي هي من أول ما بتبتدي تبقى حامل، أوكي، يبقى دي صحتها تبقى كويسة. عشان كده لما بنقول للأم أنت بقيتي حامل يبقى خلي بالك من صحتك، هتاخدي الفيتامينات بتاعتك، أكلك يتظبط، في أكلات معينة ما تنفعش تاكليها، الشاي والقهوة والبيبسي والحاجات دي كلها بتأثر على صحة الأم، فبالتالي بتأثر على صحة الطفل ومن هو بيتكون في بطنها. جزء كبير قوي من المناعة اللي الحاجات اللي بتتعرض ليها الأم بتنتقل أثناء الحمل للطفل، فبالتالي هو الطفل بيتولد عنده جزء من مناعة للأمراض اللي تعرضت لها الأم في خلال حياتها كلها. كل ما الأم كانت صحتها كويسة، الصحة مش كويسة مش معناها أنها بتاكل كتير وبتاكل، لا، الصحة الأكل الصحي والمفيد، شرب المية دي حاجة مهمة جدا للإنسان، 70% من جسم الإنسان مية، علشان كده لو بتأذي حد ابنها عنه المية مش الأكل، فبالتالي شرب المية والحاجات المفيدة دي مهمة جدا. صحيح. فبنقول لما الأم بتهتم بصحتها أثناء الحمل بيتولد طفل صحي، وزنه بيتراوح من 2.5 ل 3.5، ده الوزن الطبيعي، صحته كويسة.